يوجد بقرب جامع الخلفاء سوق الغزل الذي كان ولا يزال سوقا غريبا، فسوق تحوي محلات صغيرة لبيع الحبوب الجافة والبقوليات والأعشاب، ومحلات أخرى لبيع الطيور الأليفة والبرية النادرة كالصقور والطواويس وأسماك الزينة وأنواع مختلفة من الحيوانات النادرة. واعتادت السوق أن تفتح أبوابها مبكراً يوم الجمعة من كل أسبوع، حتى صارت ظاهرة بغدادية مميزة تحظى بإقبال الزوار من جميع المحافظات.